بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إخوتي في الله فحياكم الله فآتاكم من فضله وبارك فيكم. نحن في سورة البلد، ولا بد أن نتذاكر، لا بد، والمذاكرة حياة العلم. لا أقسم بهذا البلد، ماذا يفيد هذا اللام؟ لا، لا أقسم، يعني يقسم ولا يقسم، يقسم وقسم. هذا لا يعني ما شاء الله يكون تنبيها، نعم، توكيدا. هناك آيات يا إخوتي في الله، أو هناك المراد مقاصد للتنبيه، للتنبيه، نعم، وهناك أمور لكي يجلب أذهان الناس، نعم، منها السكت، كلا بل ران على قلوبهم. فعندي سؤال، وقد سألتكم من قبل سؤال عندك يا عمر، أسئلة عليك ما دامك أنت ضيف عندنا. طيب، القرآن نزل مجودا، القرآن الديسندد بالتجويد، إدغام، نعم، والإخفاء، نعم. وهناك أمور فيما يتعلق بالتجويد، there are affairs that have to do with تجويد، كانت موجودة قبل نزول القرآن، فصاحة اللغة العربية. هناك أمور أخرى لم تكن موجودة حتى جاء القرآن. أربع أمور ما عرفه العرب حتى جاء القرآن. Yeah, certain things that they were with Arab, like أحكام الإدغام، النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف يرملون، هذا يلغمون. نعم، العرب كان يقول من يؤمن، لا يقولون من يؤمن، يقول من يؤمن، لغة عنده. نعم، that's how they speak. نعم، وما يسمى إقلاب، النون عند الباء والميم عند الباء، الميم الشفوي. نعم، لكن هناك أربع أمور، four things ما عرفوا العرب عندك يا عمر. من هذا النام المدود، العرب ما عرفوا المدود، وهذا منها يلف النظر إلى القرآن. من السماء ماء، يعني يتعجبون، إيش هذا المدود؟ نعم، they're like surprised. It's like elongation. فما يصلح أنت يا عبد الله أن تقرأ القرآن وتقصر فيما جاء به. It's not suitable when you read the Quran and you don't hold it four harakats, five harakats, that which is six harakats. هل عندنا سبع وثمانية حركات في تلاوتنا يا معين؟ ما في عشر حركات؟ فإياكم يا إخوة لا تقرأ إلى عشر حركات بدون أن تحسن القرآن. تريد أن تحسن القرآن تتقيد بأحكامه، لا تزيد عليه. No. You want to beautify the Quran? Stick to the rules. You can't increase it. واحد هو المدود، زد. عندك يا عمار؟ أحسنت. ألف لام را، هذه الحروف أهلهم اختلفوا في هل لها معاني ليس لها معاني والمراد بها. نعم، they differ if it has a meaning, if it doesn't have a meaning. لكن اتفقوا على شيء، أنها اتفق على الأمور. أولا أنها يجلب الذهن لما بعد، أنه يجمع الذهن، وأن القارئ، أن المستمع سيتنبه لما بعد.
It grabs the attention of the listener. He's going to be keen. سيستمع جيدا لما يذكر بعده. To what's going to be mentioned after it, he's going to be paying attention. والسؤال عندك يا عمر وغالبا ما يذكر بعد هذه الحروف المقطعة. يعني في أكثر الآيات إيش إشارة إلى ماذا؟ في أكثر الآيات إشارة إلى القرآن. ياسين القرآن الحكيم. طه ما أنزلنا عليه القرآن لتشكو. ألف لام را كتاب فصلت. ليس كلها لكن أكثرها. نعم. Most of the ayat that come down after الحروف المقطعة is إشارة is talking about the book of Allah سبحانه. طيب هذا ثاني الثالث نعم. السكتة نعم. هذا يجلب أذهانهم لأن العرب ما يعرفون هذا الشيء. وقيل من راق هذا makes them stop, makes them wonder. إيش هذا القرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو عجيب ما سمعوا مثل هذا. Now we had a strange recitation. Now, طيب هذا بارك الله فيك الثالث باقي أمر واحد من يأتي به. الأمر الرابع يا أبا أحمد. ها عندك يا عمار. هو أسهل واحد عندك يا بابلا. حسن الصوت. حسن الصوت. لا. وأنا أقول إخوة القارئ يحسن صوته درجة أو درجتين. نعم. وليس الحد الغنى. نعم. والحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هو يحسن صوته. ليس إلى حد الغنى. فبدل أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أسدرج واحد يعني يحسن خاصة في التعليم يحسنه درجة واحد. نعم وأنت عند شيخك لا تنشغل بحسن الصوت اهتم بالقواعد وبالمخارج الحروف beautify your voice one notch. And don't say إياك نعبد وإياك نستعين. Say إياك نعبد وإياك نستعين. علشان تركز في النطق وفي الأحكام. نعم. So you just beautify yourself, your voice one notch. So you can concentrate. وفي التلاوة تزيد. نعم في الصلاة. ولكن ليس إلى حد الغنى. نعم. هذه المرة أربعة. نعم. جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم نحن في سورة البلد بارك الله فيكم وقد أخذنا منها آيات وهو قسم الله يقسم على هذا البلد وأي بلد هذا يا أخوة؟ مكة. وقد أخذناه لكن لابد أن نسأل وأنت حل بهذا البلد عندك يا أبا ملك فحلت له ساعة من النهار في هذا البلد الحرام. طيب باقي أمر أن هذه الصورة مكية. نعم فما أنا وأنت حل بهذا البلد هو حل لما نزلت هذه الآية يعني في المستقبل. لا. في المستقبل ستتمكن أنه سيتمكن. نعم. طيب يا إخوة لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما هذا المقسم به مقسم عليه حرف المقسم إيش هذا في الآية؟ جوام القسم ويسمى مقسم عليه
هي الله سبحانه وتعالى يقسم، يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، هذا يقسم بهذا. نعم، بهذا المقسم عليه. الله swearing by Mecca, swearing by Adam and all his children. What is he swearing about? لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى كبد عندك عبد الله؟ كبد مشقة. نعم، متى يبدأ مشقة الإنسان؟ يعني عند يعني أول خروجه من الرحم، من بطن أمه. إيش أول شيء الذي يصيبه؟ نعم، طعن من الشيطان، فيستحل صارخا إلا من؟ إلا مريم وابنها عيسى. Everybody from the beginning of his birth, from the بداية يطعنه الشيطان فيستحل صارخا. ما من ماشي الحديث، ما من ولد من بني آدم إلا يطعنه الشيطان فيستحل صارخا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فبعد هذا ماذا عنده بعد هذا؟ عنده رضاعة. نعم، وعنده ما يسمى اليوم الحفاظات الذي يلبسه. الحفاظة تعب على الولد؟ كيف الدليل؟ إيش الدليل أنه ضايق؟ أنه يبكي. البكاء الصبي ما يكون إلا لسببين، إلا هو جوعان أو هذا حفاظ يحتاج يضيق، يعني تنبيها للأم. نعم، وإذا بكى لغير هذا هي ترضعه، ما زال يبكي. لغير حفاظة ما زال يبكي، هو مريض. يا عبد الكريم أنت معنا. If the child, he only is going to cry for two reasons. He's hungry. نعم، he wants رضاعة. Or he needs his father to change. هذا بلل عليه يزعجه، على الجلد يزعجه. سيؤذينا. لو كنا جالس في السراويل بللنا، ما بالك بالطفل. If we sat in wet pants and a wet diaper, not just pants, the diaper soaks up. نعم، يمتص. نعم، لو جلسنا في هذا كنا نتألم. نعم، if we sat in it, we would be annoyed. نعم. So if he cries for other than that, maybe he's sick, maybe something wrong. ثم يعاني من أسناني. نعم، يأتي حمى عندما يطلع أسنان. gets a fever, gets sick. نعم، ثم الفطام. نعم، وهذا أشد. إيش هذا عذاب؟ هذا عذاب. نعم، على الطفل. It's difficult. نعم، يبكي أيام، ليلة كلها يبكي. نعم، a whole night. يعني تصور، يعني منذ الولادة هو على هذا. يقول أول شيء لما يقطع هذا الصرة، يعني كان الأطبيلكو كول، أول مرة يتغذى لنفسه كان التغذية على أمي. الآن يلا دبر نفسك. هو يمتص، هو يرضع. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذا يا إخوة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب الإنسان أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا يطلق على الكافر، فيه أقوال. يقول أيظن ابن آدم أن لا يعاقبه الله أو لا يسأله الله؟ نعم، وبعضهم يجعله متعلق بماله. نعم، أي ابن آدم يظن أن لا يسأل عن هذا المال، ومين اكتسبه وأين أنفقه. الله سبحانه وتعالى يقول عن الكافر، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد إلا يبعثه
ولا يعاقبه. This man can't think that nobody is able over him to account him for his money, what he does with his money, how he spends on his money, or that nobody is able to يعاقبه. نعم, to chastise him. حتى يسأله, to ask him. أو يبعثه. نعم, and raise him up يوم القيامة. فهذه التصرفات الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول أهلكت يعني أنفقت, نعم, وصرفت مالا لبدا, لبدا بمعنى فوقه فوق بعضه فوق بعض. نعم, نعم. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا ابن آدم لما يجمع ماله يظن أنه مستغنى ويتكبر. هذا الشاهد من هذه الآية. Man can, he thinks just because he has some money that he's unstoppable. والله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه ما يحتاج, قال استغنى, he doesn't need. لكن أول ما وصل البلاد, before he came to the بلاد, when he just got here, كان يدور عمر وما عنده سيارة ولا بيت, يستعجب يسكن مع إخوانه, تأدب ما شاء الله. When he first came, he didn't even have a place to rent. He just had to live with somebody. He didn't have a car. They had to take him to work. نعم, يمشي. الآن عنده بيت, عنده سيارة. أحتاج منك؟ إيش تريد شيء مني؟ إيش؟ ولا أنت. يعني تغير حاله. يتكبر, يطغى. وكل هذا يطلق على الكافر. يطغى, يتجاوز الحدود إذا أغناه. نعم, من الله سبحانه وتعالى يمكنه, نعم, يعطيه. نعم, when Allah gives him, هو لا يجعله يتواضع, يجعله يتكبر. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا عن ماذا؟ عن قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه, فآتيناه من الكنوز الآيات. معروف. قارون, الله سبحانه وتعالى gave him كنوز كثير, فتجبر. الله سبحانه وتعالى يذكر عن عاد هذه الآيات في سورة فصلت. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة, الأقوياء, يبنون بنايات. حتى ثمود الذين جابوا الصخر بالواد, ما جابوا, قطعوا الصخار, نعم, يذهبون إلى الجبال وينقبها, نعم, ويقطعها بيوت داخل الجبل قوة, نعم, نعم, بدون كمبريش الذي عندنا اليوم. They would make holes and rooms, make rooms and houses in the mountain. كان عندهم قوة. نعم, إيش هذه الآية؟ وما آتيناهم, لا, هذه الآية بعد هذا. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة, يعني ظنوا أنهم أقوى, لا أحد أقوى من أقوى الناس. الله سبحانه وتعالى يجيبهم يقول أولم يروا, أي أولم يعلموا, أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة, فوصفهم, وصف نفسه بشيء. نريد أن نلاحظ, كان كافيا أن يقول أولم يروا أن الله هو أشد منهم قوة, كان كافيا, لكن قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم, أي كونهم مخلوقين يكفيهم ضعفا. هذا يكفي ضعفا, أنك مخلوق, تأدب, أنت مخلوق ستنتهي. نعم,
ذكر هذه الصفة، هذه لا ينكره كافر، أن الله خلقه ومخلوق. Don't they see that Allah, the one who created them, the one who created them, they're مخلوق. هو أشد منهم قوة. Don't they see that the one that created them is stronger than them. وكانوا بآياتنا يجحدون. كان في آية كنت أريده من سورة السبع. وما بلغوا معشار ما آتيناهم. هذه الآية التي كنت أريده. كذب الذين من قبلهم. كذب الذين من قبلهم. نقرأ من أول آية. وما آتيناهم من كتب يدرسونها. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هذا يطلق على من؟ يتكلم عن من؟ من قريش. الله يقول في القريش وما آتيناهم من كتب. ماذا نقول في هذا أفضل من؟ We didn't give them any books. ماذا يقول في هذا من؟ زائدة. ولكن تأدبا مع القرآن، ما في القرآن زائدة وتوكيد. لكن ما آتيناهم كتبا، قال ما آتيناهم من كتب ولا شيء، كلها جاء إلى بني إسرائيل، التوراة كل هذا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إيش هذا الكتاب الذي عند يحيى؟ التوراة الذي جاء إلى موسى. عندهم كتب، كلهم عندهم كتب، وكفار قريش ولا شيء ولا شيء. وما آتيناهم من كتب يدرسونها. وما أرسلنا إليهم من قبلك من نذير. من نذير ولا أحد جاءهم. ضالون. هل هم مثل اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى أرفع منهم، أرفع منهم. يسمى أهل الكتاب. إيش يسمى أهل الكتاب؟ إيش الكتاب؟ الذين أوتوا الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. هل طعام الكفار قريش حل لنا؟ أبدا. نعم. Allah says their food and their women is permissible for us. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. You can't marry a مشركة. أبدا. أبا مالك أنت معي. هل يهود والنصارى النصراني يأكل من كفار قريش؟ يأكل لحمهم النصراني أم أين؟ من الذي أبى أن يأكل لحمهم؟ قل أقرأنا قبل أيام. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ما قرأنا حديث زيد بن عمرو بن نفيل والصحابي هو السعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل. من هو هذا زيد بن عمرو بن نفيل؟ هل كان في كان هل كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن قبل ماذا؟ قبل النبوة. تعرفه يا عمر؟ نعم. كان لا يأكل من لحوم أبدا. يقول هو ميت. نعم. هو له قصة مع ورقة، لكن ورقة تنصر. أمن بن نفيل لا يهودية ولا نصرانية، على دين إبراهيم، يبعث يوم القيامة أمة. ما تنصر. يقول في حديث الله بصحته أنه ورقة بن نفيل ذهب إلى الشام فتنصر ورقة مع هذا الكلام. والحديث هو كان قرأته في البخاري. He and Waraka ibn Nawfal went towards Sham. Waraka became a Christian. ولكن هذا زيد بن عمرو بن نفيل. فاليهود والنصارى أرفع، كلهم كفار ولكن أرفع. فلذلك الله سبحانه وتعالى يميز بينهما ويقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. يفرق بينهما. أنت فارس، أنت مائي. يميز بينهما. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فرق بينهما. نعم، there's a difference. They have a kitab. Yes. They have ذبيحة. They have أحكام. نعم، they have أحكام. أما هؤلاء أراه. كلهم ميتة. نعم.
الله يقول بعد هذه الآية: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم، يعني قبل كفار قريش، وما عندهم رسل وما عندهم شيء، نعم، كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. كفار قريش ما وصل إلى عشر ما آتينا عاد، ما وصل إلى عشر ما آتينا ثمود. يا عمر أنت معنا؟ عشر. فكذبوا رسلي فكيف كان لك؟ كذب يعني عاد وثمود فرعون، نعم، يسمى فرعون ذي الأوتاد. ما معنى ذي الأوتاد يا عمار؟ فرعون ذي الأوتاد عندك عبد الكريم؟ الجنود، يمسك ملكه، عنده جيش، قوة. لا لا ما بالك بكفار قريش. فهذا لما يقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، لا، هذا كلام ما يصلح. والله سبحانه وتعالى يذكر أن قارون قال: إنما أوتيت على علم عندي، كل هذا الكنوز كل هذه الأشياء، قال: إنما أوتيته على علم عندي. الله سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قال أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فكان المفروض أنهم يعتبروا بمن قبلهم أقوى منه. ففي هذه الآية هذا الذي نستفيد. This is what we're going to benefit from these آيات here. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. هناك حديث يذكرون في هذا عن أبي برزة الأسلمي أنه يقول أيحسب، يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ لا تزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفنى. لا feet of Ibn Amr لا تزول، لا يتقدم حتى يسأل. He's gonna be asked about his lifespan. What did he do with it? وعن علمه فيما فعل. What did he do with his knowledge that he had? يعني الدنيوي والديني. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. يعني أمرين في المال، من أين اكتسب وفيما أنفق، نعم، الذهاب والإياب. وعن جسمي فيما أبله، إيش فعل بجسمه؟ كيف الله يأتي يوم القيامة ورئتيه مليان بالدخان عقب السجارة؟ يعني عادي؟ يعني هذه إعارة أمانة أو حقه؟ حقك، افعل ما شئت، بيعها، افعل بما شئت. I think somebody come يوم القيامة and his lungs are full of black smoke. And they're young, your lungs, you just do what you want to do? Or did Allah give it to you as an أمانة؟ نعم، والكبد، الخمور يهلك الكبد، نعم، الكبد يهلكه ويتعبه، نعم. عن جسمه فيما أبلاه، هذا إخوة الذي نستفيد من هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى يقول أيحسب أن لم يره أحد، يقول يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وكيف أنفق. يعني هذا كلها عن غفلة من ابن آدم وعن كبره بسبب ماله. And he becomes arrogant just because that he has.
والله سبحانه وتعالى يقول ألم يعلم بأن الله يرى. يعني كون الأب يعلم أن الله بكل شيء بصير يجعله يتأدب معه. The fact that somebody knows that Allah is watching him and he sees him, هذا يجعله يتأدب. الله سبحانه وتعالى يقول عن موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني كون الأب يعرف أن الله يسمع ويراه ما يخاف، يطمئن. فتعرفون هذه قصة في سورة الكهف، الله سبحانه وتعالى أعطاه من حديقة فدخل جنته على حاله. نعم. والنهر يجري. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل زاد، وما أظن الساعة قائمة. ثم زاد، ولئن رجعت إلى ربي سيكون هذا مثل هذا، كما كان لي في الدنيا سيكون لي في الآخرة. نعم. قال هذا الذي المال يضر صاحبه. It's because of the money that he has. He entered his garden and he was oppressive to himself. He said, I never think this thing will end. My heart has illa batar wahid, one heavy rain and take it away. Nah. Then he said, I don't even think yawm al-qiyamah is going to come. I don't even think the sa'ah is going to come. And if it comes, I'm going to have the same kind of garden in Jannah. I'm going to have the same thing. هذا درسنا اليوم إخوة إن شاء الله، وصلنا أن يجعله نافع لنا، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.